الصلاة لا اله الا الله لا اله الا الله. الاونه الاخيره شفتوا ديال نيرمو ولان حالته ولا تطمعين، ولكن كتقول هذا حال الدنيا، حال الدنيا كلنا لهذاك النهار ما كاينش فيه الشك. غير هو الله يرحمه ني خلى بصمه فنان، فنان ما كاينش قول صراحه الله. نوطين بكر حبوا المغاربه والجاليه، يعني وعطى شيء الكثير لخاص المسرح المغربي. ونور الدين كان استثنائي صراحه الله، كان اللون ديالو لون بوحدو، يعني ما شابيش للفنان، عنده واحد الفن ديالو خاص به. ومن الناس كيف قلت لي ساهموا في مجموعه ديال الاشياء، ومن بين جل اللي خلق فرقه مسرح حي اللي عطات شيء الكثير للسعيده في المسرح. وحنا في اليوم الجمعه الله يرحمه الله يجزيه الله يرحمه من مات ابنها. سي عبد الخالق فايد، من اهم الذكريات يعني اللي بقات راسخه في الذهن ديالك، يعني بحكم الشغال ديالك مع السي عبد الخالق فايد. والمرحوم كله ذكريات، يعني المرحوم في البدايه ديالو قبل ما نلتحقوا لا لاسيل لا والو، يعني ديك الساعه ديال البريباراسيون ديال الصعود ديال المسرح، كان هو عجيب صراحه الله، بحال مسؤولين على الفرقه، يعني تدخل لي لوج كيهيئك على انك تدخل فتم استعداد للبيبليك وكيزيد، لان بحكم تجربته سي نورمال، لان بكر تاريخ ماشي وليد اللحظه. ها وانا شنو كنقول لك، راه كنت عازينا للساحه الفنيه وتعازينا الحاره لعائلته ولوليداته والعائله الصغيره والعائله الكبيره اللي هما المغاربه اللي حبوه من طنجه الكبيره والجاليه المغربيه. فهذا يعني الله اللي بغى، الله المغربيه غتتحسن نورمال، لان قلت لك واحد من الرموز الفكاهه الاستثنائيه في المغرب هو نور الدين بكر، فنان تلقائي الكوميدي التلقائي اللي لا ما كاينش بس النوع وكل شخصيته بكر هو بكر. شكرا. اعزاؤنا، واحد الاسره الفنيه ككل وعلى وجه الخصوص مسرح الحي اللي كان فيه دعامه اساسيه ضمن الاعضاء ديالو اللي كانوا كيكونوا هذه الفرقه اللي كانت ناجحه والاعمال ديالها يعني كانت لقات صدى كبير عند المغاربه خصوصا في التسعينات. كان لي شرف الاشتغال معه في عمل وحيد واوحد اللي هو سلسله كان هناك بالقناه الاولى. ما شفت منه الا يعني الانسان اللي كيقدم النصح والسند والدعم للمواهب اللي جايه وراه. تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته، انا لله وانا الى راجعون، الله يرحمه. هي ولا في الحياه العاديه، لان عشنا واحد تقريبا واحد 40 سنه او 35 سنه بدون انقطاع بدون ملل، عمرنا ما سمعنا الكلمه خايبه ولا شي حاجه، الكلام الطيب غير الضحك الفكاهه، لا في الحياه المسرحيه ولا في الحياه العاديه. نور الدين ديما بشوش، ديما يضحك، ما عندوش لعب، ما عندوش البؤس، ما عندوش الكآبه، ما ولكن ضعنا اليوم في واحد اش نقول لك، واحد الهرم وواحد الساريه ثقيله، فكان الخبر كالصاعقه فعلا. وما يتعوضش نور الدين، ما منو جوج بصراحه استاذ الله يرحمه. دوزتي مع سي نور الدين واحد من اكبر المسلسلات المغربيه اللي كيبقى لها هي اييه الهاربان، تفرجوا فيه الجدود والوالدين والجيل الحاضر وكل شيء يضحك فيه. اييه وهذاك المسلسل ديال 2002 الهاربان، الا جيتي تشوف فكان الموتور ديالو وكان الديناميك ديالو هو نور الدين بكر، لان كان بغيو نصوروا خاص ضروري نور الدين هو اللي كيدير اللمسات الاخيره وهو اللي يقلب لنا على الليكاك وهو اللي يقلب باش يضحك الجمهور المغربي، فالله يرحمه.